بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في فيديو اليوم بدنا نحكي عن طريقه تعطيل التطبيقات التي تعمل بالخلفيه ايش هي التطبيقات التي تعمل بالخلفيه او الباك جراوند ابس الباك جراوند ابس هي عباره عن مجموعه من التطبيقات بتكون بتعمل لمجرد ما انه الجهاز يبدا عمله. هذا الشيء حكينا سابقا في فيديوهات لانه انه بيستهلك عندي من رامات الجهاز واحيانا بيستهلك من الانترنت في حال كان الانترنت متصل بالجهاز السبب انه بعض التطبيقات بيكون بتنزل تحديثات معينه لمجرد ما انها هي بتعمل بالخلفيه أيضا هذا الشيء بيأثر عندي على أداء الجهاز وبالمرتبة الأولى بيأثر عندي على الطاقة المستهلكة في الجهاز يعني في حال كنت أنا بستخدم لابتوب راح ألاحظ عندي أنه البطارية راح يتم نفاذ شحنها بشكل سريع ولهاي الأسباب اللي أنا ذكرتها فإحنا بنضطر أحيانا أنه نعطل الباك جراوند أبس أو التطبيقات التي تعمل بالخلفية خلينا نشوف الطريقة بشكل مباشر نختار أول شيء ستارت بعد هيك بننتقل على السيتنجز بهذا الشكل بعد هيك نعمل تعطيل للتطبيقات التي تعمل بالخلفية وعندي في البحث بكتب باك جراوند بهذا الشكل راح يطلع عندي خيارات راح اختار الباك جراوند ابس وفي حال كنت بتستخدم اللغة العربية بتكتب بدل باك جراوند ابس التطبيقات التي تعمل في الخلفية لمجرد ما انك تكتب بهذا الشكل راح يظهر عندك background apps او التطبيقات التي تعمل بالخلفيه راح نحددها بعد هيك فتح لي هاي القائمه من التطبيقات جميعها هاي تطبيقات بتعمل عندي في الخلفيه يعني بتعمل وبتشتغل طول ما الجهاز عندي شغال عشان هيك انا راح اعملها ديسيبل او تعطيل لنفرض انه هاي التطبيقات جميعها انا مش بحاجه انها تكون بتعمل اثناء عملي في الجهاز يعني أنا بس بدي اياها تشتغل وقت ما أنا بدي استخدمها عشان هيك راح أجي عندي عند زر الأون أخليه أوف بهذا الشكل بهاي الطريقة أنا بكون عطلت هاي التطبيقات جميعها لمجرد ما إني أنا راح أشتغل فبتشتغل بشكل صحيح يعني الخطوة اللي إحنا عملناها إنه ما نخلي هاي التطبيقات تشتغل طوال الوقت ولهام بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو الله يعطيكم العافية سلام عليكم